وسط قلة الخدمات يعيش أهالي سدة الهندية بمحافظة بابل أوضاعا صعبة للغاية، فلا شوارع معبدة ولا ماء ولا كهرباء، والخدمات البلدية شبه معدومة حتى باتت تؤرق ساكنيها، فالنفايات تزحف من الإهمال حتى وصلت إلى أبواب بيوت المواطنين وتسببت بأمراض متنوعة. أما طريقة إعدامها فأحدثت أمراضا صدرية، فباتت الكمامات لا تفارق وجوههم صغارا وكبارا. النفايات اللي بيها والريحة اللي بيها تكرمون ويتكرم ما يسمع، الريحة والأغنام والهوش والسخول من وراء هاي الشغلات اللي ما حد وصلنا سميناها سدة الكمامات، مو سدة الهندية، سدة الكمامات من كثر النفايات واللعبان نفس اللي بيها. يعني سوق سدة الهندية المركزي الطبية تكرمون سخول وبعران وكلاب وما حد يسأل، ما عندنا مسؤول. هذا المكان هسه احنا الواكمين به، هذا سنتر المدينة الوسط، يعني منا حي ومنا لا، يعني هذا الشارع وسط المدينة، ها سميناه حي الكمامات لأنه حتى عندنا صارت وفيات مال سرطان، وهاي السدة اللي كانت الناس يعني حتى ملوك رؤساء كانوا يجون للسدة، واكو انتشرت عندنا أمراض جلدية بسبب هاي الهورة، قصب وبردي، فقمنا نستخدم الكمامات. آخرون حملوا جهات بعينها مسؤولية تراكم هذه النفايات، هذا بالإضافة إلى الحيوانات التي تتجول فيها بكل حرية. أكو جهات ساندتهم وما تخليهم يشوفوا، واحد يطيل الأخ بيناتهم وإحنا ما حد وصلنا، ما حد وصل. شوف كم بيت هنا تقريب 300 بيت هنا حي كامل، واحنا ترى بنص السده، بنص السده لا تقول هسه احنا تشوف ناس ابو حمدان بنص السده 10 ثواني بنص السوق، هاي بيوتنا وهذا السوق زين، وكل مجاريهم علينا. احنا اول عام بالشتاء غرقنا ومكرم السامع، كل النفايات في بيوتنا طاب الصرف، ولا يجونا لا يصلونه ولا تبليط ولا سووا شيء. هذاك الشارع سووه سدوه لان بضمان قالوا نريد من عندك، وانت في قوي هذا المقاول هم حرام، قالوا اريد من عندك ضمان 4 سنين، وهاي سدوا من هناك حتى ما يمشون عليه اللوريات ويتكسر. الله شاهد ذاك شوفه سوى جديد وسادي هسه منك باسكل ما يقدر يطب منك، ومن هناك لو ما طلعوه قبل وسادي هسه من تفقين هذا بالقراج. وبحسب الاهالي الذين اطلقوا عليها سدة الكمامات فهم لا يستطيعون العيش بدونها، حتى ان امراضا سرطانيه انتشرت بين ابناء السده التي تعد واحده من اقدم الاغضيه التي يزورها الكثيرين، لكنها تعاني الإهمال اليوم، مناشدين رئيس الوزراء إنقاذهم من هذا الواقع المرير.